في سؤال بيتردد من فترة طويلة، هو إيه أفضل لقاح للوقاية من كورونا ومتحوراته المختلفة واللي كان آخرها أوميكرون؟ هل السؤال ده فعلا افتراضي وصح؟ خلينا نشوف إجابته بالتفاصيل. كل الأبحاث العلمية أكدت مؤخراً أن متحور أوميكرون كورونا هيكون سائد في العالم خلال الفترة المقبلة، وطبعاً ده بيتطلب ضرورة الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية علشان نأمن نفسنا من هجمات الفيروس والإصابة بالفيروس. خلينا أقول لك ثلاث معلومات مهمة جداً عن متحور كورونا. متحور كورونا من أسرع المتحورات انتشاراً، لكن المهم في المعلومة التانية انه بيستجيب للعلاج بالأدوية الموجودة في كل البروتوكولات العلاجية المحدثة والمعتمدة داخل مستشفيات العزل. ايضا من المفاجآت المهمة جدا انه لازال بيتأثر باللقاحات الموجودة حاليا والمعتمدة، واللي عددها 8 لقاحات في مصر وكلهم موجودين ومتوفرين في كل مراكز اللقاحات. طب هل في لقاح معين هو الافضل وبيكون قوي لمنع العدوى من الاصابة بكورونا وكمان أوميكرون؟ طبعا مفيش كلام علمي على هذا الكلام، وكل اللقاحات بتساهم لحد كبير في منع الإصابة بكورونا ومتحوراتها المختلفة بما فيها أوميكرون، وبتتراوح فعاليتها من 85% لأكتر من 95%، وده معناه أن كل اللقاحات فعالة وكل اللقاحات بتقدر تواجه المتحورات المختلفة وبتمنع الإصابة من الكورونا من أساسه. طب أنا سامع حد بيسأل وبيقول يا ترى إيه هي أهم الأعراض المتعلقة بالإصابة بأوميكرون بما إنه هو شاغل العالم يعني؟ خلينا أقولك إن ببساطة إنه هو من أسرع المتحورات انتشارا، لكن أعراضه بتتشابه لحد كبير جدا مع نزلات البرد اللي هي زي ارتفاع في درجة الحرارة والرشح والسعال والكحة. علشان كده مع ظهور أي أعراض تنفسية لازم نتوجه بسرعة للمستشفيات ونعمل الكشف اللازم وكمان الفحوص اللازمة علشان نتأكد إن إحنا كويسين أو محتاجين لدخول المستشفى. الأهم هنا هو إن كل الأدوية اللي بتوفرها وزارة الصحة داخل مستشفيات العزل لعلاج الكورونا هي بالمجان. مش بس كده، ده كمان اللقاحات اللي موجودة في أكتر من 1000 مركز على مستوى الجمهورية برضو بتتصرف للمصريين بالمجان، ومش بس المصريين، ده كمان الأجانب اللي عايشين على أرض مصر. في النهاية لازم ننصح كل المصريين إنهم يحصلوا على اللقاح علشان هو الوسيلة الأكثر أمانا حتى الآن للحماية من هجمات الفيروس والدخول في مضاعفات ربما تؤدي بينا لمشاكل صحية كبيرة. اللي عنده أسرة ياريت يوصي كل فرد فيها أنه يتوجه لمراكز اللقاحات ويحصل على اللقاح بعد إتمام عمليات التسجيل، خاصة أن ما بقاش عندنا قوائم انتظار للحصول على اللقاح. خليكوا في أمان وحصن نفسك بالحصول على اللقاح.